أنس. الآن في سني يسب الله، أنا أقول السنة يسبون، في سني يرقص أقول السنة رواقيص، مو ما يصير. تفضل أخونا أنس الشعار أو الشعار أو ما أعرف، تفضل أخونا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أول شيء تحية لكم على هذا البث المحترم والبث الراقي، الله يحفظك، واللي فيه إن شاء الله يعني فائدة تكون يعني بالنفع على المسلمين إن شاء الله تعالى. شكرا. لكن عندي بس هيك مداخل صغيري. تفضل. البعض يقولون أن استغفر الله العظيم أنه سيدنا علي كرم الله وجهه، أن سيدنا علي كرم الله وجهه هو استغفر الله العظيم أنه الله. طب هل من المعقول هذا الكلام أخونا وعد؟ وقد بيّن سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسورة البقرة، يا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إلى آخر الآية. طيب تسمح لي أرد على خالق تسمح لي أرد؟ إيه تفضل يا سيدي تفضل. هذا اللي تقول أنه يقول، الله يحفظك أخونا، هذا اللي تقول أنه يقول أن عليا هو الله عندنا في البرنامج؟ لا ما بالبرنامج، لا أنا ما قلت بالبرنامج. لا زين، في أي كتاب قال هذا؟ والله ما بعرف، بس هو هيك حكى يعني أنا سمعته سمع. لا عفوا، المفروض يعني أخدمك أخونا أنس، اسمح لي. أنا الآن عندما مثلا تكلمت قبل قليل جئت بكتاب ابن عثيمين وقرأت منه، وقرأت الكلام كاملا ووضعت الكتاب أمام الشاشة لأنني أبحث بإنصاف. الآن أنت نسبت للشيعة أنهم يقولون أن عليا هو الله، فالمفروض إما أنا قائل نسبت للشيعة. نعم. لا مين؟ أنا في أحد الأشخاص قال، لكن هو يعني مشان ما هي هو من يا أنس المهي. أنس الآن في سني يسب الله، أنا أقول السنة يسبون، في سني يرقص أقول السنة رواقيص، مو ما يصير. هنالك فرق بين العقيدة وبين هذا الأحد، في شيعة حرامية وفي سنة حرامية، وفي شيعة قتلة وفي سنة قتلة، وفي شيعة يسوون موبقات وفي سنة يسوون موقبات موبقات. لكن إحنا إذا نظامنا يا أخ أنس، نظامنا أنه ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكل نفس بما كسبت رهينة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فأنا شخصيا كبرنامج مسؤول عما أقول أنا، وموجود الكتب حتى في مسائل العقيدة يا أخ أنس، بس هو ميوت حتى تسمعني نظيف، الله يبارك بك تجيد يكون نظيف. يا أخوان في مسائل العقيدة إحنا كشيعة ما نمشي وراء الإنسان مغمضين، عالم كان من العلماء أو أن بحثا تاريخيا، يعني مثل الأخ السني اللي كان معنا فضيلة الشيخ الحسني موجود في البخاري، ولكن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من البخاري. يا أخواني أنس وباقي الأخوة، يكفي أن نسلم عقولنا لهذه الكتب ولهذه الأمور. قال البخاري فأنا أقول، ما تحرك، لا، خلي عقلك يتحرك، خلي فكرك يتحرك، اعمل العقل، اعمل الموازين الشرعية حتى تصل إلى الحقيقة. أنا ما أقبل إنه واحد يقول إن علي هو الله، ما أقبل وأرفضه، وهذا الشرك، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق علي سلام الله عليه، وهو الذي خلق محمد صلى الله عليه، والذي خلق يا بد اعطيني مجال غير أكمل، وهو الذي شلون تقدر تكفر اللي يقول إنه علي هو الله، تقدر تقول هو كافر اللي يقول علي هو الله؟ نعم
والله كفرة وستين كفرة، مو بس كفرة. يلا كفرت أمير القريشي وياسر الحبيب، برافو عليك. لا هذا أنت شوف الآن لحظة، هدوء 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 هدوء. شوف أخونا الحبيب معاوي، تفضل. أولا أنا عندي الأسماء اللي ذكرتها أوثق منك، فأنت الأصل، أنا جربتك الأصل فيك، ما أريد أقول كلمة تجرح لكن عدم نقل الحقيقة، فأنت الآن تفتري على أناس أنا ما سمعت منهم، فما أستطيع أن أحكم على هؤلاء، وأولئك يا أخي اعطيني مجال. شوف يا أخي يا أخي يا أخي يا حبيبي، شوف مع العلم أنا ما أسمح بذكر أسماء في البرنامج، لكن احتراما لك وتقديرا لك، وأنت تدري أنه أنا شوف أستقبل كل شيء وما أخاف، لأن أنا وهذا الرجل اللي أمامكم سيد ميثم ما نخاف من الحقيقة. تقول لي اللي يقول أنه أن عليا هو الله كافر لا شك بهذا، لكن بشرط، أنا ما أجي أكفر واحد، أشوفه مسودن مسودن بالعراقي، مجنون جاهل ما أعرف إيش، زين عنده تأويل معين، عنده يعني مثلا الله يتوفى الأنفس متى؟ حين موتها، صح؟ من الذي الله يتوفى؟ يجيني في آية أخرى يقول يتوفاهم ملك الموت، فيجي واحد يقول الذي يميت أو يتوفى الأنفس هو الملك، فهذا معناه أنكر أن الله لا عنده تأويل سائغ. مثلا واحد يقول وإذا مرضت فهو، يعني الله يشفيني، واحد يقول النحلة العسل هو الذي يشفي، فيه شفاء. واحد يقول أن عيسى يخلق، إني أخلق، خاصة عيسى ما قال الله يخلق، أنا إني أخلق لكم. واحد يقول الله هو الخالق، فهذا قال عيسى خالق. فاللي يتكلم يقول له قف نفكك وياك العبارات، يلا نحكم عليك. أما بالمطلق الله هو الذي خلق علي وخلق سيد ميثم وخلق سلام الله على علي وخلق وعد اللامي، الله خالق كل شيء. تفضل سيدنا الحبيب. الله يحفظكم حجين العزيز وبارك بكم إن شاء الله. وبعضهم نظر إلى القول المعروف أنه يقول لولاك ما خلقت الأفلاك، قد يؤولها بعضهم أنه أمس أنت مو ذكرت أمس سيدنا أنت وأحمد الإمامي أنه يقول للعمر عفوا عمر ما أعرف من يقول للحسين والله ما أنبت الشعر على رؤوسنا إلا أنتم بسند صحيح. من اللي ينبت الشعر؟ الله لو الحسين عليه السلام. نعم بسند صحيح صححه ابن حجر العسقلاني. فمسألة أنه يقول في ما هو مشهور يقول لولاك ما خلقت الأفلاك، هسه قد ينظر لها واحد أنه محمد صلى الله عليه وآله أو أهل البيت هم الذين خلقوا الأفلاك، الآخر يقول لا ليس هذا المعنى، أي لولا وجودك وسبب بسبب وجودك بسبب وجود أنا خلقت الأفلاك. واضح؟ لماذا؟ لأنه أنت الكمال المطلق، أنت الكمال وآل البيت هم الكمال، بلغوا قمة الكمال، والله تبارك وتعالى هو الكمال المطلق، فلولا هؤلاء لا فائدة من خلق الخلق، لا فائدة من خلق الخلق. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الأدلاء على الله تبارك وتعالى، وليس معنى أنهم هم الذين خلقوا الأفلاك وخلقوا السماوات وخلقوا الأرض وخلقوا الجبال وخلقوا إلى آخره. هسه قد يفهم منا واحد هذا نقول له تعال يا هذا فهمه غلط، هذا فهمه غير صحيح، المقصود منه إن هؤلاء هم العلة السبب لخلق الأفلاك، أي الله تبارك وتعالى بسبب هؤلاء بسبب وجود هؤلاء خلق الأفلاك، وليس أنه بهم خلق أو بهم فتق أو بهم فعل ما فعل، هذا المعنى هو. هسه اللي يفهم الدليل
هو الذي يستدل بهذه أو بغيرها أو بما شابهت، هل قل أنت مخطئ، زين هذا دليلك الصحيح وليس ما. طيب ابن تيمية، ابن تيمية مجموع الفتاوى يقول أن الله تبارك وتعالى أولياء بهم ترزقون، بهم تمطرون، بهم 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 أرزاق العباد، أرزاق العباد يقول نعم، أرزاق العباد تجري على أيديهم، زين يجري على أيديهم الإماتة الإحياء غيره 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 إلى آخره. طيب هل نقول تعال أنت اتخذت من دون الله؟ هو سيدنا، سيدنا مثلا إحياء الموتى في كتاب النبوات لابن تيمية نعم. يقول ثبت إحياء الموتى مش على الأنبياء، على أتباع، على يد أتباع الأنبياء. هم نقول ابن تيمية كافر ولا مشرك ولا معرف إيش ولا كذا ولا كذا؟ يا أخوان الدين سهل والدين شيء طيب، لكن مشكلتنا اللي يحملون هذا لهذه الأفكار يسقطون الطرف الآخر.